بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طلبة الأعزاء، اليوم وبتاريخ اليوم الخميس بتاريخ 12 شوال 1441 هجرية الموافق 4/6/2020 ميلادية، ومن كلية تقنيات الطاقة بشخرة للقسم العام الفصل الأول المادة اللغة العربية. درسنا اليوم تكملة المحاضرة الخامسة التي هي بعنوان البناء والإعراب. في بداية المحاضرة السابقة أخذنا الاسم المعرب والاسم الأبني وأمثلة عليه، وعرفنا علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية. أخذنا علامات الإعراب الأصلية الأربعة اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم، وأخذنا أمثلة عليها، ودرسنا بعد ذلك علامات الإعراب الفرعية. قلنا علامات الإعراب الأصلية تتمثل في 11 علامة فرعية اللي هي 3 للرفع و4 للنصب وعلامتان للجر وعلامتان للجزم. هذه العلامات الأصلية 11 علامة تكون في 6 أبواب اللي هي 5 أسماء والأفعال الخمسة. الخمسة الأسماء اللي هي أخذنا منها في المحاضرة السابقة المثنى وجمع المذكر السالم، المثنى وجمع المذكر السالم، عرفنا تعريف المثنى وإعرابه وكيف يعرب بعلامات فرعية ولا بعلامات أصلية. عرفنا أن المثنى يعرب بعلامات فرعية اللي هي بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، وعرفنا أن الجمع المذكر السالم كذلك يعرب بعلامات فرعية اللي هي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. اليوم نكمل الدرس ونبدأ بثالثا اللي هي جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، إيش هو جمع المؤنث السالم؟ تعريفه هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. كل اسم، تعريف جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. زي مثال على ذلك نقول سيارة مثناها جمعها سيارات، ضفنا ألف وتاء على آخره، جمع المؤنث السالم. إذن جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره. تلميذة تلميذات، طالبة طالبات. إعرابه جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع ويجر بعلامات أصلية. جمع المؤنث السالم يرفع ويجر بعلامات أصلية وينصب بعلامات فرعية. جمع المؤنث السالم اللي هي يرفع ويجر حركة الرفع والجر بعلامات أصلية وينصب بعلامات فرعية، حركة النصب بعلامات فرعية. ناتج الأمثلة، مثال الرفع: المخلصات ناجحات، المخلصات ناجحات. فهنا المخلصات جمع المؤنث السالم، مبتدا مرفوع بالضمة، مبتدا مرفوع بالضمة. إذن هنا حركة الرفع في جمع المؤنث السالم أصلية، الضمة حركة أصلية. في حالة الجر: أعجبت بالمخلصات الناجحات، أعجبت بالمخلصات. المخلصات اسم مجرور، الباء حرف جر، والمخلصات اسم مجرور. مجرور بماذا؟ مجرور بالكسرة، مجرور بالكسرة، والكسرة حركة أصلية، الكسرة حركة أصلية. مثال النصب: إن المخلصات ناجحات،
إن المخلصات ناجحات. المخلصات اسم إن، المخلصات اسم إن منصوب، اسم إن منصوب. علامة النصب الأصلية الفتحة وهنا كسرة المخلصات، فهنا الكسرة نيابة عن الفتحة، فأصبحت هنا الكسرة في جمع المؤنث السالم حركة إعراب فرعية. إذا نعيد، جمع المؤنث السالم يرفع ويجر بحركات أصلية وينصب بحركة فرعية اللي هي الكسرة. إذا جمع المؤنث السالم يرفع بحركة أصلية، يجر بحركة أصلية، ينصب بحركة فرعية. نأتي رابعا إلى الأسماء الخمس. الأسماء الخمس تعريفها، تعريف الأسماء الخمسة هي كل اسم. الأسماء الخمسة تعريف الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو خلق. ذو خلق، ذو فضل، ذو علم. الأسماء الخمسة أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو. أسماء الخمسة أبو، أخو، حمو، فو، ذو. هذه الأسماء الخمسة إعرابها تعرف بعلامات فرعية، تعرف بعلامات فرعية. الأسماء الخمسة كلها تعرف بعلامات فرعية، وتكون علامة إعراب هذه الأسماء الحروف. علامة إعراب هذه الأسماء الحروف وليست الحركات، نيابة عن الحركات. الأسماء الخمسة تعرف بالحروف نيابة عن الحركات، وهي فرعية بالواو رفعا، يعني الأسماء الخمسة ترفع بالواو وبالألف نصبا، وتنصب بالألف وبالياء جرا وتجر بالياء. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، وسنعرف أمثلة عليها. لكن يشترط لإعراب الأسماء الخمسة بالحروف نيابة عن الحركات أن تكون مفردة. يشترط لإعراب الأسماء الخمسة بالحروف نيابة عن الحركات أن تكون مفردة، يعني كلمة أبو تكون مفردة وليست أباء، أخو تكون مفردة أخو وليست إخوة، فلا بد أن تكون مفردة. يشترط لإعرابها بالحركات نيابة، بالحروف نيابة عن الحركات أن تكون مفردة، وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم، وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم. زي كلمة أبو ما نقولش أبي، أبي معناه ضفت الياء المتكلم، ما تصبحش بالأسماء الخمس، ما تعرفش إعراب الأسماء الخمس. أو نقول أخي، ضف إلى ياء المتكلم، ما تعرفش إعراب الأسماء الخمس. إذا الأسماء الخمس تعرب بعلامات فرعية، وتكون علامة إعراب هذه الأسماء الحروف نيابة عن الحركات. يعني الأسماء الخمسة ما تعرفش بالحركات، تعرف بالحروف، ترفع بالواو الأسماء الخمسة، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. نأخذ أمثلة عليها. مثال على الرفع، فوكا ينطق بالحكمة. فوكا اسم الأسماء الخمسة، فوكا ينطق بالحكمة. أنا فوكا اسم وقع في أول جملة نسميه مبتدأ. فوكا، فوكا مبتدأ مرفوع بالواو، فوكا مرفوع بالواو. ذو الحق المنتصب، ذو مبتدأ مرفوع بالواو، لأنه من الأسماء الخمس. مثال النصب، صن فاكهة. كلمة فاكهة هنا مفعول به، صن فعل أمر، أنت الفاعل المستتر التقدير، وأنت فاكهة مفعول به منصوب بالألف، مفعول به منصوب بالألف. إذن هنا النصب، حركة النصب الأصلية شنو؟ فتحة. هنا حركة النصب الألف معناها حركة فرعية. احترم ذا المروءة، احترم ذا المروءة. كلمة ذا احترم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر التقدير، وأنت ذا مفعول به، ذا مفعول به منصوب بالألف، منصوب بالألف، حركة النصب الأصلية فتحة، هل منصوب بالألف تبقى حركة فرعية. في حالة الجر ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم إلى حرف جر، وأبيكم اسم الأسماء الخمسة مجرور بالياء، إلى حرف جر، وأبيكم مجرور بالياء، حركة الجر الأصلية كسرة، وأنا جر بالياء معناها حركة فرعية. سلمت على حميك، سلمت على حميك، على حرف جر
وحميكة اسم مجرور بالياء، حميكة اسم مجرور بالياء، حركة الجر الأصلية كسرة وأنا جر بالياء. إذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء اللي هي حروف نيابة عن حركة. في حالة الرفع نقول فوكة، في حالة النصب نقول فاكة، في حالة الجر نقول فيكة، في حالة الرفع ذو، في حالة النصب ذا، في حالة الجر ذي. فاكة هي حالة نصب، هنا أبو في حالة رفع أبو، في حالة النصب أبا، في حالة الجر أبي. حموكة في حالة الرفع حموكة، في حالة النصب حماكة، في حالة الجر حميكة. إذا الأسماء الخمسة تعرب بالحروف نيابة عن الحركات وهي علامات فرعية، أي الأسماء الخمسة تعرب بعلامات فرعية. نأتي إلى الاسم الخامس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، إيش تعريف الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف هو الاسم المعرف الذي لا ينون. دلش كسرتين ضمتين فتحتين. الذي لا ينون ولا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة نيابة عنه. هذا تعريف الممنوع من الصرف. تعريف الممنوع من الصرف هو الاسم المعرف الذي لا ينون ولا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة نيابة عنه. إعراب الممنوع من الصرف، إعراب الممنوع من الصرف يعرب بعلامات أصلية في حالتي الرفع والنصب. الممنوع من الصرف في حالتي الرفع والنصب يعرب بعلامات أصلية، لكن في حالة الجر يجر بعلامة فرعية. انتبهوا، الممنوع من الصرف في حالة الرفع والنصب علامات أصلية، في حالة الجر علامة فرعية. نأخذ أمثلة على ذلك. مثال الرفع، بانت سعاد، سعاد فاعل مرفوع بالضم سعاد. مثال النصب، رأيت سعادة، سعادة مفعول به منصوب الفتحة. أنا حركة أصلية ضمة وهنا الفتحة حركة أصلية. مثال الجر، مررت بسعادة، الباء حرف جر وسعادة اسم مجرور، سعادة اسم مجرور، حركة الجر الأصلية الكسرة، حركة الجر الأصلية الكسرة. هنا مجرور بماذا؟ مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. فهنا بسعادة أصبحت ممنوع من الصرف تجر بالكسرة، فنقول سعادة اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذا هذه الأسماء الخمس، هذه عفوا، هذا الممنوع من الصرف يرفع بحركة أصلية، ينصب بحركة أصلية ويجر بحركة فرعية. نأتي إلى الاسم السادس، عفوا الأفعال الخمسة، قلنا خمسة أسماء والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ تعريفها هي كل فعل، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هذا فعل من الأفعال الخمسة. مثلا الفعل يلعب، لما يتصل بألف الاثنين يلعبان، يتصل بواو الجماعة يلعبون، يتصل بياء المخاطبة تلعبين. فهذا يسمى فعل من الأفعال الخمسة، أي فعل مضارع. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وهو فعل من الأفعال الخمسة. مثلا يدخل، يدخلان، يدخلون، تدخلين، أنا أقول هذا فعل من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة إعرابها تعرب بعلامات فرعية، تعرب بعلامات فرعية. إعراب الأفعال الخمسة كل علامات فرعية تعرب بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف. أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف. هنا مثلا مثال الرفع، التلميذان يدرسان، هذا يدرسان فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يدرسان، يدرسان اتصل بين في الاثنين في
في حالة المثنى نقول يدرس، في حالة الجمع نقول يدرسون، تصل بقول جماعة. في حالة المخاطبة هي مخاطبة تدرسين. فهنا يدرسان، التلميذان يدرسان، يدرسان فعل من الأفعال الخمسة. فهذا جينا عربها نقول يدرسان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. حركة رفع الأصلية ضم، فهنا مرفوع بثبوت النون، إذا حركة فرعية. مثال النصب، التلميذان لن يخرجا، لن يخرجا، لن حرف نصب، أداة نصب، يخرجا فعل مضارع منصوب، مسبوق بنصب، منصوب بحذف حرف العلة، هي أصلا يخرجان، لما سبق بأداة نصب حذفت النون، فأنا أقول يخرجا فعل مضارع منصوب بحذف، عفوا من حرف العلة، منصوب بحذف النون، منصوب بحذف النون. كذلك في الجزم أنا التلميذان لم يخرجا، لم يخرجا، لم مدى الجزم، يخرجا فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ بحذف النون، مجزوم بحذف النون، حركة الجزم الأصلية السكون، فهنا مجزوم بحذف النون يبقى حركة فرعية. إذا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. إذا علامة إعراب الأفعال الخمسة هي بحرف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف. إذن هذه الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة التي تعرف بحركات فرعية نيابة عن الحركات الأصلية. بهذا نكون قد استكملنا المحاضرة الخامسة، والآن نقوم بحل أسئلة اللي هي في آخر في مذيلة.